نختتم اليوم شهر مارس وهو شهر القراءة، وذلك تعزيزا للقانون الاتحادي بالمرسوم الخاص بالقراءة الذي صدر من سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. طبعا الأهداف الخاصة بمرسوم القراءة هي أهداف ترسخ مكانة الدولة الإمارات العربية المتحدة في إبراز اهتمام الدولة بالتنمية البشرية وتطوير الأصول الثقافية والفكرية لمواطنيها، وتعزيز وضع الإمارات كنموذج ملهم يحتذى به في الجهود التنموية، كذلك إعداد جيل واعد في المستقبل من خلال تنمية الذكاء والقدرات العقلية للأطفال وتوفير فرص مستقبلية متميزة وذات تنافسية عالية. أيضا يضمن هذا القانون ضمان استمرارية الجهود التي قد يحتاجها تغيير السلوك لخطة طويلة الأمد، مما يحتم وجود قانون إلزامي يحدد الأدوار والمسؤوليات ويوضح أوجه التعاون وآليات العمل المشتركة بين جميع الجهات. وفي هذا الصدد نشكر جميع الجهات المشاركة والداعمة لشهر القراءة خلال شهر مارس، ونؤكد استمرار هذه الفعاليات والاستراتيجيات والمبادرات طوال العام، وذلك من خلال الخطة الوطنية للقراءة.